لدينا المتبينة التالية 2 تقسيم 3 أكبر من -4y ناقص 8 و1 تقسيم 3. الآن الشيء الأول الذي أود فعله هنا، ذلك لأن الأعداد المركبة تزعجني، من السهل التفكير بها، إنه أكثر من 8 بقليل. دعونا نحول هذا إلى كسر غير صحيح. إذن 8 و1 تقسيم 3 سيصبح المقام 3. 3 ضرب 8 يساوي 24، +1 يساوي 25. إذن هذا يعادل 25 تقسيم 3. دعوني أعيد كتابة كل شيء هنا. إنها 2 تقسيم 3 أكبر من -4y ناقص 25 تقسيم 3. الآن الشيء التالي الذي أرغب بفعله، ذلك لأنني أتعامل مع كسور وهي متعبة قليلا، هو أن أضرب طرفي هذه المتباينة بمقدار ما بحيث يلغي الكسور. وأبسط شيء يمكن أن أفكر به هو أن أضرب كلا الطرفين بثلاثة، وبهذا نتخلص من الثلاثة في المقام. لذا دعونا نضرب طرفي هذه المتباينة بثلاثة، ذلك هو الجانب الأيسر، ومن ثم سأضرب الجانب الأيمن. سأضعها داخل أقواس هكذا. حسناً، نقطة أريد أن أشير إليها هنا هي أنه لا يتوجب علي أن أعكس إشارة المتباينة لأنني ضربت كلا الطرفين بعدد موجب. إذا كانت الثلاثة عدد سالب، إذا ضربت كلا الطرفين -3 أو -1 أو أي عدد سالب، فسيكون علي أن أعكس إشارة المتباينة. على أي حال دعونا نبسط هذا. في الجانب الأيسر لدينا 3 ضرب 2 تقسيم 3، أي ما يساوي 2. 2 أكبر من، ومن ثم يمكننا أن نوزع هذه الثلاثة. 3 ضرب -4y يساوي -12y. ثم إن 3 ضرب -25 تقسيم 3 يساوي -25. الآن نريد وضع جميع الثوابت على جانب واحد من المتباينة، وجميع المتغيرات على الجانب الآخر. إن الواي المتغير الوحيد هنا، وهو يقع هنا بالفعل. لذا دعونا نضع هذه 25 على الجانب الآخر من المتباينة، ويمكننا أن نفعل ذلك عن طريق إضافة 25 لطرفي هذه المتباينة. لذا دعونا نضيف 25 لطرفي هذه المتباينة. وفي الجانب الأيسر 2 زائد 25 يساوي 27، سوف نضع أكبر من. وفي الجانب الأيمن من المتباينة يوجد -12y، ثم إن -25 زائد 25 يتم حذفهما. كان هذا كل شيء. إذن يتبقى لدينا 27 أكبر من -12y. الآن لكي نعزل الواي، يمكننا إما أن نضرب كلا الطرفين -1 تقسيم 12، أو يمكن أن نقول دعونا فقط نقسم كلا الطرفين على -12. الآن لأنني أضرب أو أقسم على عدد سالب هنا، فسأكون بحاجة لأن أعكس المتباينة. دعوني أكتب هذا. إذا قسمت طرفي هذه المتباينة على -12، بالتالي يصبح لدينا 27 تقسيم -12 أقل من نعكس إشارة المتباينة. دعوني أفعل ذلك بهذا اللون. أقل من -12y تقسيم -12. لاحظوا أنه عندما قسمت طرفي المتباينة على عدد سالب، قمت بعكس المتباينة. الأكبر من أصبحت أقل من. عندما كانت موجبة لم يكن علي أن أعكسها. إذن 27 تقسيم -12. حسناً، كلاهما يقبلان القسمة على 3. إذن سوف نحصل، إذا قسمنا البسط والمقام على 3، نحصل على -4 تقسيم 9 أقل من y. هؤلاء يتم حذفهم.
أو أن واي أكبر من سالب 9 تقسيم 4. وإذا أردت أن تكتب ذلك، اسمح لي فقط أن أكتب هذا. الإجابة هي واي أكبر من سالب 9 تقسيم 4. لقد قمت بعكس الترتيب، يمكنك أن تقول سالب 9 تقسيم 4 أقل من واي، أو إذا أردت أن تتصور ذلك بشكل أفضل قليلا، فإن سالب 9 تقسيم 4 يساوي سالب 2 و1 تقسيم 4. إذا يمكننا أن نقول أيضا أن واي أكبر من سالب 2 و1 تقسيم 4. وإذا أردنا أن نمثلها على خط الأعداد، دعوني أرسم خط أعداد هنا، خط أعداد بسيط جدا. ربما أن هذا هو الصفر، سالب 1، سالب 2 تقع هنا، ثم سالب 3 تقع هنا، سالب 2 و1 تقسيم 4 ستقع هنا، وهي أكبر من، لذلك لن نشمل ذلك في مجموعة الحل. إذن سنضع دائرة مفتوحة هنا، وكل شيء أكبر من ذلك يعتبر قيمة صالحة لـ y. هذه y يمكنها أن تحقق المتباينة، وانتهينا.